طيب القضية الفلسطينية قضية الشارع دلوقتي واللي كلنا بنهتم بيها وتفاصيلها مش غايبة عن دراما رمضان، حاضرة وحاضرة بقوة كمان في مسلسل مليحة. شفت اختيار الفكرة واختيار المضمون وتقديم كمان القضية بشكل إنساني، ما هوش بشكل سياسي أو تاريخي مباشر، لا يعني اختيار مليحة وتقديم القضية الفلسطينية ببعدها الإنساني أكتر. شوف، هو مش غريب على الشركة المتحدة صراحة ان هي يعني هي حطت على عاتقها فكرة دراما الوعي، وبقالنا فترة بنتابع النوع ده من الدراما، سواء في اختيارات مثلا زي الاختيار او كتيبة 101 او حرب. على مدار دورات رمضانية كتير فاتت في دراما للوعي، دراما بتوعي الناس بالقضايا اللي موجودة في مصر والوطن العربي، بتفهم الناس ايه اللي كان بيحصل في الشارع المصري، المؤامرات اللي كانت بتدار. فكان من الذكاء جدا ان هم يقدروا يلقطوا الخيط بسرعه ويواكبوا الحدث اللي حاصل في غزه بان هم يقدموا مسلسل مليحه. ويمكن احنا كشعب بنتاثر اكتر بالدراما عن ما بنشوف مشاهد الحرب، يعني طبعا صحيح. احنا مستكفيين جدا ومتالمين جدا بمشاهد الحرب اللي بنشوفها في نشرات الاخبار، ولكن التأثير الأكتر والأقوى بيبقى في الدراما في أنت تجيب الجانب الإنساني، الجانب تعيش القصة من أولها. الكاميرا النشرة مش بتقدر تجيبه، يعني اللي وراه حكاية وقصة، يعني بالظبط، لأن طبعا قصص إنسانية. يعني في الأغلب نشرات الأخبار أو المتابعة الجرايد بتبقى بتتعامل مع الناس دي على إن هي أرقام، ضحايا قد كده، شهداء قد كده، ولكن الحقيقة إن هو ورا كل رقم من دول في قصة وفي حدوتة وفي نجاحات وإخفاقات وفي حياه يعني. طب صحيح. طيب استاذ علي، الحقيقه انه يعني في نجوم بالرغم من النجاح اللي بيحققوه في الموسم الرمضاني تحديدا، الا انه ده بيمثل لهم خلينا نقول تحدي اكبر او مسؤوليه اكبر، فبيبقى في الموسم اللي بعده بيبقى على قد ما هو خارج طبعا من نجاح كبير جدا ومحقق نجاح كبير جدا، الا انه بيكون قدامه تحدي كبير جدا، الناس بتبقى مستنيه منه تقدم وخطوه اكبر. شايف مين النجوم اللي قدامهم تحدي اكبر الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ كانوا متواجدين ومتواجدين كمان الموسم ده.